وأن محمد رسول الله، شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تتضمن أربعة أشياء: قالوا طاعته فيما أمر كما في الأصول الثلاثة، طاعته فيما أمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بأمر فإن المؤمن يسارع بالقيام بهذا الأمر، وتصديقه فيما أخبر. الرسول عليه الصلاة والسلام لما نخبر بخبر هو أصدق الناس صلى الله عليه وسلم، فإنك تصدق هذا الخبر ولا تشك فيه، واجتناب ما عنه نهى وزجر. رسول عليه الصلاة والسلام لما ننهى عن فعل معين ولا قول معين انت تنتهي، ولما نزجر شيء معين شيئا معينا انت تبتعد عنه. وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، أي عبادة من العبادات لا بد أن تكون موافقة لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. دي أربع أشياء: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. قال: وتقيم الصلاة. دي القاعدة الثانية من قواعد الإسلام، إقامة الصلاة بشروطها وواجباتها وأركانها ومستحباتها مكملاتها. مثال للشروط: دخول الوقت، استقبال القبلة، ستر العورة إلى آخره، عندها تسع شروط. مثال للأركان: القيام في الصلاة، وقراءة الفاتحة في الصلاة إلى آخره، والطمأنينة. مثال للواجبات: الواجبات في بعض الواجبات مختلف فيه وبعضهم متفق عليه. من الواجبات التي اتفق عليها أو تجد فيها أقوال العلماء، أكثر أقوال العلماء يعني فيها مضطردة، كالتشهد الأول في الصلاة الرباعية والثلاثية. من الواجبات المختلف فيها التسبيح، الحنابلة بقولوا سبحان ربي الأعلى الأولى واجبة أو واحدة واجبة، سبحان ربي العظيم بيقولوا واجبة، المالكية وباقي الأئمة بيقولوا دي من السنن، بعضهم يقول من السنن المؤكدة. طيب، المستحبات معروفة كالدعاء في السجود، كتحسين الصوت في القراءة الخشوع عند بعض العلماء إلى آخره. مستحبات في الصلاة معروفة.